بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هسه أمل من قناة جرافيك ديزاينر. النهاردة إن شاء الله هكمل معاكم شرح برنامج أوتوكاد 2024، والنهاردة هتكلم عن external reference أو الإكس ري في برنامج الأوتوكاد. أنا عندي بلان زي ما احنا شايفين، والبلان ده أنا عايزة أضيف عليه ملف تاني أو فايل تاني من الأوتوكاد على الفرش بتاع البلان ده. هعمل الكلام ده إزاي؟ هاجي أقول له إكس آر اللي هي إكسار إكس ريف، أهي ظهرت لي على طول، وادي اتفتح لي الاعدادات بتاعتها. هاجي عند اتاتش دي دبليو جي، وهاجي افتح السهم ده كده واختار اتاتش دي دبليو جي، تمام، واختار هنا الملف اللي انا عاملاه اللي هو فرنتشر، هدوس عليه بالشكل ده كده واجي اقول له اوبن، وهنا اتاتش اكسترنال ريفرنس. زي ما شايفين الاعداد دي هسيبها زي ما هي. عندي السكيل هخليه 1 1 1 زي ما هو، insertion point 0، الباس تايب هيبقى ريلاتيف باس، وهنا عندي الريفرنس تايب اللي بنتكلم عنها النهارده اللي هي الاتاتشمنت، وهاجي اقول له اوكي. على طول ضاف لي زي ما احنا شايفين الفرش اهو، شايفين الفرش اتضاف على طول في البلان اللي عندي. لو دوست عليه كده هلاقي ان الفايل ما اقدرش ان انا اعدل عليه. طب انا عايزه اعدل عليه، وانا دايس عليه بالشكل ده كده عندي هنا external reference اتفتحت لي، وعندي هنا edit reference in place، هي دي اللي احنا هنستخدمها عشان نعدل على الفايل اللي احنا حطيناه. ممكن انا اجيبها من مكان تاني وادوس بيمين الماوس وباجي اختار هنا edit xrev in place، تمام، واجي ادوس عليها بالشكل ده كده فتح لي reference edit. هختار الفايل اهو مختاره لي اللي هو الفرنتشر اهو، دايس عليه واجي اقول له اوكي. زي ما شايفين لو انا دوست على اي حاجه هنا كل خط لوحده ممكن ان انا اعدل عليه اهو، شايفين بالشكل ده كده. طيب انا ممكن اعدل على الهاتش ده، اغير الهاتش ده، فانا هدوس عليه دبل كليك كده واجي اختار شكل تاني من الهاتش. لو فتحت هنا كده اختار مثلا الشكل ده كده، نفس الكلام ده، اختار نفس الشكل اهو بالشكل ده كده. لو عايزه اغير ده كمان اهو، يبقى انا ممكن اغير شكل الهاتش بالشكل ده. طيب انا ممكن اغير الالوان، انا مثلا عندي الترابيزه دي كده اهي، اجي اغير اللون بتاعها، انا مش عايزه اللون ده مثلا، عايزه اللون الاصفر، غيرتها باللون الاصفر زي ما احنا شايفين كده اهي. عايزه مثلا اشيل حاجه من الحاجات اللي موجوده هنا، مثلا اشيل الجزء ده كده اهو، اشيله كله كده بالشكل ده، شلته ده بس مجرد مثال انا بديه لكم ان انا ممكن انا اعمل تعديل عليها. طيب خلصت خالص التعديلات اللي انا عدلتها على الفايل اللي انا نزلته اكس ريف، باجي اسيف الكلام ده. بقى اسيفه ازاي؟ بدوس بيمين الماوس واقول له كلوز ريف ايديت سيزون واختار سيف ريفرنس ايديتس، تمام بالشكل ده كده، واجي اقول له اوكي. على طول سيف لي التعديلات الجديده، ادي الهاتش اللي انا غيرته، وادي الترابيزه اللي غيرت اللون بتاعها، وادي الجزء ده اللي انا شلته. يبقى انا عرفت ان انا اعدل على فايل اكس ريف، وكمان عرفت ان انا اسيفه. بكده انا خلاص الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.